ما بين السحر والشعوذه والدجل وبين العاب الخفه واللي هم انك تسحر العيون. الله لا حلوين هذول بحبهم. هذول اللي ما تقولش عليهم حاجه يا شيخ. ده تسليه يعني. نعم نعم هناك فرق هناك فرق شاسع. نعم. لان هذا علم بيتدرب عليه هؤلاء. والالعاب البهلوانيه نوع من انواع الالعاب يتدرب عليها الافراد. لكن السحر والشعوذه له تاثير وهذا لا تاثير له اطلاقا. لكن السحر والشعوذه له تأثير. لا شك ان هذه موهبه مختلف تماما عنها. نعم مختلف. نعم. طب ايه رايك انا عندي لك مفاجاه في الاستوديو. ها؟ خير مفاجاه. نطفي النور. لا نشوف. لا يا مرحبا وسهلا فيكم. بس نبغى ناكد اليوم الاشياء اللي بنسويه العاب خفه ما في اي ارتباط اي تعامل بالسحر او ان نرتبط بجن او شيطان والى اخره. اللي بطلبه منكم استاذ هدى استاذ هميره. نعم. تنشوا من مكانكم استاذ هدى التبون الكراسي. يا فضيلة الشيخ اي حاجه انت بتدي بالقراءات على طول. انت معانا انت معانا. تفضل بالجلوس. اصلا حبيبي اعطي ظهري لهم. يعني اقسم معي استاذ هدى. نعم. استاذ امير انا ما بحرق لابسنا ولكن انت بعيد عني الاستاذ وانت بعيد عني. خلينا نجرب شيء. حسيت شيء؟ ايه حسيت كهرباء. كهرباء الله يسلمك يا مرحبا بك الله يسلمك. تردون مكانكم؟ تردون مكانكم استاذ هدى؟ تردون مكانكم. ليش تسمحون شوي يعني؟ سموحه ترى. طيب كان سوى العكس؟ ايه مثلا. لا بس انا ما اخاف. ابيك تفكرين برقمك المفضل. رقمك المفضل بس ببالك تخبرين بس ببالك. رقمك المفضل في بالك. أنا قاعد أحاول، إحنا مو متفقين على شيء. رقم 8 رقم 7 رقم 7 أكديلي رقم 7 أوكي زين. أستاذ أميرة أستاذ أميرة أبيك تفكرين في دولة زرتيها مرة وحابة تزوريها مرة ثانية. إحنا مو متفقين على شيء بس ببالك ركزي وياي بس ببالك. دولة زرتيها وحابة تزوريها مرة ثانية. قاعد تجيني في حرف الألف واللام في أكثر الكلمات فيها ألف واللام. في حرف الياء في حرف الياء في حرف الياء في حرف الياء أيوة في حرف الياء أوكي. ألف لام ياء. المالديف المالديف دولة زرتيها. يا إيه يعني شكرا ما قصرتي. يا مرحبا بك يا مرحبا بك. زين بس اعمل صندوق هذا بثواني لو أن الشباب يساعدونا ناخذ الأغراض عنه. أظنت الشمعة هي السبب. الشمعة في كل أشياء السبب. بنحط بعيد على أساس بنستعمل الطاولة في ثواني. أستاذة أميرة عندك الطاولة هني؟ إيه. وعندي بوكس موجود أبيك تأكدي لي لو ما على جمارة. إيه. إن البوكس ما في شيء؟ لا فاضي. فاضي؟ ما في شيء فاضي. هذا هدى وهي عبد العزيز. تمام؟ لو الكاميرا بتاخذ من داخل كان تبون؟ الكاميرا صندوق فاضي ما في شيء. انا بكون حاط الصندوق هنا. ايه بنرجع له بثواني. اوكي انا بحط تخمين في الصندوق بثواني. بكتب شيء وبحاول اخمن. اكسي اوكي اللي ابيك تسوينه مع جمال استاذ اميره. نعم. تاخذين الورقه هاي تحطينها في الصندوق وتسكرين الصندوق فاضي وتقفلينه. حطيته سكرنا الصندوق. زين وتقفلينه. اوكي الصندوق كان فاضي مثل ما كشف وتستريحين. زين الكاميرا تكون علينا بثواني. عندي مجموعه بطايق
بطاقات مكتوب عليها اسامي لحيوانات مختلفه، مره والكل يشوفونه والكاميرا تكون هم علينا. في اسامي لمجموعه حيوانات لو الكاميرا علينا والكل يشوفون، في بير بالانجليزي الكلمات بير، في هورس، في لاين، في سبايدر، في دولفين، في دوغ، في كات، في باترفلاي، كامل، بي، رابت، رات، وولف، وإلى آخره. نعم. أسامي الحيوانات مختلفة، بيشتك بضينها في دش الكروت. لو ما على شمار، أنت قسمينهم قسمين. نعم. حلو؟ من غير ما أشوف الفيس، قسمين في إيدين. حلو؟ اللي ما تبينه، أي مجموعة ما تبينه، فريها ورا ظهرك. أوسخ الاستديو. مو مشكلة، بنجمعهم. أوكي. عندك مجموعة ثانية، قسميهم مرة ثانية قسمين. أوكي. حلو؟ قسمين إيدين، اللي ما تبينه ورا ظهرك. تمام؟ اخذ الباجي منك. انت تتم باليمين ولا اليسار؟ زين ابيك تحطين صبعك على واحده من الكروت، صبعك من غير ما تسلينه هالكرت، هالكرت اللي انت اخترتيه. نعم. تكتبين باليمين ولا باليسار؟ لا باليمين. باليمين، زين تحطين ايدك شي، تحطين الكرت على الايد وما نبغى الكروت الثانيه. الكرت فيدها من 30 ل 40 اسم لحيوان مختلف. استاذه اميره، لاول مره ابيك تشوفين اللي مكتوب عليه وتراوينه للكاميرا. رات. رات يعني؟ فار. فار. فارة صح؟ فارة مؤنث. انزين. احنا خمنتي من دقائق. ايه. انت خذيت الورقة. ايه. صندوق فاضي. صحيح. انت شفت الصندوق. ايه. كلكم شفتوا، الكاميرا شافت. انت شليتي حطيت الورقة داخل. ايه. وسكرت الصندوق. صح. ابيش تفتحين الصندوق وتطلعين الورقة وشوفين لو اني انا مخمن صح. نفس هذا التخمين. على فكرة أنا مرعوبة عشان بس تعرف إن أنا كثير أوريهم؟ إيه تعملها؟ حلال حرام حلال كاميرا طار لكم يطلع ليش أسهل مشكور وما قصرت استاذه اميره شكرا وما قصرت يا مرحبا بكم هذا كان وقتي شكرا لك العافيه هاي استاذه اميره تاخذ البيت لو ما لا 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 يا مرحبا بكم هذا كان وقتي يا مرحبا بكم تعال خذ البعض خذ البعض حرام طلعت لا طلعت فيها لا انا اعرف انك شجاع بس انا اقول عن نفسي جبانه اخاف فاصل مشاهدينا بعد هالرعب ونرجع مره ثانيه تحية أكيد الأستاذ معن بعد الفارة والشول العظيم اللي ورانا إياه شيخنا كيف لقيت هذا الاستعراض أو العرض اللي سوانا إياه معن إحنا ما نقدر لا 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 يعني رياكشن يعني رياكشن الشيخ باين إنه تسلى بس تسلى وانبسط لا 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 عندي يقين عندي يقين إنه إنها تسلية يعني في شيء حاضر بمثل في شيء لا لا ما انت الحين قاعد في حاجات بتطير ولا في مثل سبق لا ما تخافيش تقول انا شجاعه خبيش. انا شجاعه بس عادي عاد ما يطلع لي واحد في وجهي لا ما يطلعش واحد ان شاء الله الدرجه دي يعني يعني حدا بالصوره معين البستك وبس يعني ركبني اكثر من كده ما انا سعيده جدا اني تعرفت على الفنان الحلو معين البستكي اتمنى لك كل التوفيق حبيبي انا هدى الخبيب معك معين البستكي وبس